ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنختبر إن شاء الله الأستاذة سمية، الدكتورة سمية. هما كان عندهم مسابقة طبعا في الحضانة بتاعتهم، وبعدين ما خدوهمش، فأنا وعدتهم إن إحنا إن شاء الله أنا اللي هختبرهم وإن شاء الله أكافئهم وأجيب لهم كل واحدة بمناي. بص لي كده. لا إن شاء الله هجيب لهم كل واحدة هدية كويسة. سمية طبعا هتسمعي النهارده يا سمية؟ سمع جزء كامل. جزء كامل، جزء عامة. ماشي خلاص، ان شاء الله احنا هنختبرها. نسألها كم سؤال؟ خمسة. خمسة؟ ماشي، نسألها ان شاء الله في جزء عامة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هاتلنا من اول عما يتساءلون. عما يتساءل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. من أول لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذبا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم سورة النازعات. من أول يقولون إنا لمردودون في الحافرة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه ب... سورة عبسة. كده كم سؤال؟ كده سؤالين ولا ثلاثة؟ اثنين. اثنين. طيب ماشي، سورة عبس ده التالت اهو. ماشي. هنقول وأما من جاءك يسعى. وأما ما جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كراما بررة. قتل الإنسان ما أكفره من نطفة خلقه فقدره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسر ثم أماته فأكبر. ثم سورة التكوير. ده كده السؤال الرابع. الرابع. ماشي. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت بأي ذنب قترت. ثاني. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت بأي ذنب. وإذا الجنة أزلفت براحتك. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول. شطور كده سمية، خدت 5 من 5. مش ده السؤال الخامس؟ كده 5 من 5. ماشي شطور يا سمية. خش يلا يا صاحبي. نعم. سيبيها سيبيها على الأرض. هتمتحني في ايه؟ تبارك وعمة. ماشي امسكها كده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. فتحت السماء فكانت أبوابا. سيرت الجبال فكانت سرابا. إن أقول مثلا تكوير. والصبح إذا تنفس.
والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ولا بقول شاعر قليل. إنه بقول رسول كريم كريم ذي قوة. والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو عايزك تعلي صوتك شوية. ماشي ماشي. هنقول سورة المطففين. ويل للمطففين. لسه أنا هقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. ويل يومئذ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ويل يومئذ يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. ما هم تاني. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سورة المدثر. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. من أول. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر. كده كم سؤال؟ كده خمسة أربعة ولا خمسة؟ خمس. هنقول سورة الجمعة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا بابا سورة الجمعة أنا ما حفظتهاش ما خدتهاش وما جزئين ما جزئين. طيب ماشي. توفى عند الملك. ماشي. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا لو كنا نسمع. قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. كمان سؤال ولا كفاية؟ كفاية. كفاية؟ ولا كمان سؤال؟ مش عادي. ماشي. نون. والقلم وما يسطرون. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولا تطع المكذبين. شطور يا سيد. خمسة من خمسة. خش يا سون هتختبري في ايه؟ برضه زي سارة؟ المفروض انت اكبر تكون انت اكتر بقى. امسكي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. طيب سورة القلم. ولا تطع كل حلاف مهين. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سورة الحاقة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. سورة المعارج. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هنقول كده السؤال الكام؟ ده الخامس. انت حافظه؟ انا خلصت كده. سورة الجن. ماشي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع آن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. عالم الغيب. لا استنى بس. وأنا منا الصالحون ومنا مسلمون. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. حسبك. شاطرة يا سومة. هي طبعا يا جماعة سومة شطورة بس هي ايه مرتبكة شوية
عشان اول مره اسمع لها ويمكن خايفه من اللي اكتر من المدرس ولا يا سوما؟ ماشي كده، انا اقول لهم الف مبروك وان شاء الله كسبتوا معانا كل واحده بونبوناية. ماشي، مش عاجبها الجايزه؟ مش عاجبها، خلاص ان شاء الله باذن الله كل واحده هتكسب جايزه حلوه، بس مش هنقول هي ايه، ما هقول لكم بعدين. ماشي، ونقول طبعا للبنات الشطوره كل سنه وانتم طيبين، ونتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله ان شاء الله يا رب يختموا القران، وان شاء الله لما يختموا تعالوا اقعدي جنب اختي ان شاء الله باذن الله. المره دي هديكم جايزه بسيطه، انما لما تختموا القران يبقى لكم جايزه كبيره. ماشي، مش جايزة بسيطة بسيطة يعني، هظبطكم إن شاء الله، بس أهم حاجة لما تختموا القرآن إن شاء الله. ماشي، ناويين ولا مش ناويين؟ ناويين بإذن الله. نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وربنا يوفقكم، وإن شاء الله كده نشوفهم في مناصب كويسة. اعملوا بقى واي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.